time where Allah subhanahu wa ta'ala left this earth without a hujjah, a hujjah, a hujjah, a hujjah, a hujjah. بسم الله الرحمن الرحيم. عجل على ظهورك، عجل على ظهورك يا صاحب الزمان. الموعود أجل، ومن يكون ومتى سيأتي؟ بعد أن يأتي النبي الخاتم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج فيه ولد المهدي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جوراً وظلماً. أجل، سيأتي من هو رحمة للعالمين وسينقذ البشر. أشرقت الأرض بنور ربها. That will be a great day when the bloodline of Abraham's sons Ishmael and Isaac unify. The Mahdi's reign is said to be an era of perfect justice and spirituality. He will reveal to mankind secrets of the earth and its creator. He will show man how to use the earth's resources the way they are meant to be used. Generations have waited for the prophesied savior, but now, more than ever, the signs preceding his reappearance seem imminent. لكن هل يقتصر ظهوره عجل الله فرجه على تحقق العلامات فقط؟ أتترقب حصول إحدى هذه العلامات ليظهر المخلص؟ انظر حولك جيدا، افتح عينيك جيدا، فالأرض امتلأت ظلما وجورا فعلا. أتتساءل أين القائد ولما لم يظهر بعد؟ لكي نعلم السبب علينا أن نعود بالزمن إلى الوراء. في كل عصر، ابتداء بالأنبياء وصولا إلى الإمام الحادي عشر
من ولد بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. القائد كان موجودا، المشروع لإنشاء دولة العدل الإلهي كان موجودا، ولكن القاعدة الشعبية لم تكن مهيئة لتنفيذ مشروع القائد. القائد كان ينتظر شعبه ليصبح جاهز، وعوضا من أن يعي مسؤوليته كان الشعب يخذل قائده. كانوا يتركون القائد وحيدا في الشدائد وعند الامتحانات، ونتيجة لذلك كان القائد يبقى وحيدا غريبا لحين ارتحاله عن هذه الدنيا حتى زماننا هذا. القائد آخر إمام من ولد النبي محمد صلى الله عليه وآله، وآخر خليفة لهذا الكون. القائد موجود والشعب لا زال كما هو، والقائد ما زال ينتظر شعبه ليتغير. One of the letters that he writes to Sheikh Mufid, he tells us one of the ways that we can end the ghibah and make his reappearance come faster. What he says here, he says that if only our Shias would come together with united hearts, number one. Number two, in order to fulfill their pledge and their promise to us. So they come together with united hearts and together, united and fulfilling the pledge. لَمَا تَأَخْرَ عَنْهُمُ الْيُمْنُ بِلِقَائِنَا. That blessing that they're looking for of meeting us and being with us, meaning the Imam, that would not be delayed. And Allah subhanahu wa ta'ala would hasten the promised deliverance, and they would be able to see us. أنا بانتظارك أريد أن أظهر لتنعم بالسلام والاستقرار والأمن والأمان، ولكنك أيها الإنسان وحتى الآن لازلت غير جاهز لأظهر، وإلا لكنت الآن تنظر إلى طلعة الرشيدة. أوصيتك أن تتقرب إلي بطاعة الله، فهل نفذت؟ هل نفذت قولي؟ هل التزمت بوصيتي؟ إن لم تطعني في غيبتي فكيف بعد أن يأذن الله لي بالظهور؟ شيعتي، أعلم أن قلوبكم يملأها حبي، أعلم أنكم تنتظرون بشوق طلعتي، ولكن هل تعدونني أن لا تخذلوني كما خذل القوم أنبياءهم وأجدادي قبلي؟ وأنتم تدعون لتعجيل فرجي، أتعيدونني أنكم إذا أذن الله لي بالظهور أن لا تقولوا لي ارجع يا ابن فاطمة فلا حاجة لنا بك، فلا حاجة لنا بك. القائد حي يعيش بيننا ينتظرنا.